بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا جماعه جايين نتكلم معاكم بشكل قوي جدا عن اسباب وجع الظهر، وفي نهايه الفيديو هنقول هو العلاج. ركز بقى معايا. اما نيجي نتكلم عن اسباب وجع الظهر هنقول اربع اسباب رئيسيه. السبب الاول الحركه الغلط، النوم الغلط، الجري الغلط، المشي الغلط. احنا مشكلتنا بلا استثناء ما عندناش وعي صحي في طريقه المشي والحركه دي، كده السبب الاولاني. استبعدنا هذه المشكله وبننام نوم صحي وبنتحرك بشكل صحي، خلاص تمام، دي كده الحمد لله رب العالمين استبعدنا هذه المشكله. نبدا نشوف المشكله الثانيه. المشاكل الثانيه قد يكون في مشاكل بوليه، هي يعني مثلا وجود حصوات قد تؤثر على وجع الظهر. يبقى انت دلوقتي مثلا اقول لك لو انت عندك وجع في الظهر لازم تشوف هل عندك حصوات، عندك تاريخ مرضي بالحصوات قد تكون هي السبب الرئيسي لوجود وجع الظهر. يبقى ده كده السبب الثاني. السبب الثالث لوجع الظهر عرق النسا. عندما نتكلم عن السياتيكا او عرق النسا، الناس اللي عندها عرق النسا اكثر عرضه لوجع الظهر. هناك برضو مشاكل اخرى في العظام المختلفه، نقدر نقول كده، نقدر نقول بشكل بسيط كده الناس اللي عندها التهاب في المفاصل او عندها التهاب روماتويدي. لو انتم عندكم اي مشكله من المشاكل دي علشان نتكلم عن علاج وجع الظهر لازم نعالج المشاكل دي في البدايه. يبقى اول حاجه نعالج المشكله دي في البدايه، ومع هذه يعني اي طبيب في العياده بتاعته اول حاجه يبحث عن السبب ويعالج السبب. مع علاج السبب بيدي ثلاث حاجات اساسيه. ركزوا معايا بقى، الثلاث حاجات اساسيه دول ايه بقى دكتور احمد؟ ثلاث حاجات اساسيه. بيدي حاجه مصر ريلاكسنت او مبسط للعضلات، بيدي فيتامين بي 12، بيدي حاجه مرخي للعضلات وفيتامين بي 12 ومسكن. ثلاث حاجات دول بيتكتبوا في اي روشته لوجع الظهر مع علاج السبب اللي قلنا عليه. بنبحث عن علاج السبب ايه بالظبط ونعالج السبب. مع علاج السبب بندي فيتامين بي 12 مع مرخي للعضلات مع مسكن. تمام، هناخد مسكن ومرخي العضلات وفيتامين بي 12. طب ايه يا دكتور المسكن اللي هناخده؟ مش النهارده بقى مش هكلمكم عن المسكنات اللي بتتكتب في العيادات، لا هنتكلمكم عن المسكنات الطبيعيه. اما نيجي نتكلم عن افضل مسكن طبيعي على الاطلاق نقول الكركم. لكن يا جماعه في بقى نقطه، الناس يقول لك ايه طب الكركم ده بتاع الاعشاب اروح اجيبه من عند العطار؟ لا ما تجيبوش من عند العطار يا اخويا. الكركم اللي موجود عند العطار مش هتقدر تاخد التركيزات اللي انت عايزها مهما حطيت على الاكل بتاعك. تمام، اتفقنا. اه قد يكون مفيد في جوانب اخرى ان احنا نستخدمه، لكن اللي احنا عشان ناخد التركيز اللي احنا عايزينه نجيبه كمكمل غذائي من منتجات كتيره جدا في الماركت. خش كده صيدليه وتقول له انا عايز مكمل غذائي يكون فيه الكركم، او في حاجات مشهوره زي الكركمين. قلنا كركم كركمين، يبقى احنا كده هناخد حاجه
هناخد حاجه فيها كركمين، ده كده رقم واحد. ومع الكركمين ده هناخد مرخي للعضلات. طب هو المرخي للعضلات، طب هنكتب دواء بقى؟ لا مش هنكتب برضه دواء في هذا الامر. هنقول لكم حاجه طبيعيه مفعولها مفعول السحر، بنستخدمها في العيادات، بتجيب نتائج رهيبه جدا بالنسبه للناس اللي بتجي لنا عندها وجع الظهر. طبعا بصوا يا جماعه، احنا كدكاتره التغذيه بيجي لنا كل الحالات. ليه؟ لان كله بيتحول لينا بعد ما الدكتور ما يعرفش يجيب نتيجه معاه، فيقول له لازم تنزل في وزنك، ويقول لك إيه وجع الظهر ده بسبب الحمل اللي موجود على الظهر نفسه. فهذه القصه الاشتغاله المعروفه دي. فيا جماعه، لو انت عندك سمنه وزياده في الوزن لازم تنزل في وزنك لو انت عايز تتخلص من اي مرض موجود عندك. بقولها صريحه، انا عايز هجوم من اي حد يعارضني في هذا الكلام. يبقى احنا كده قلنا هندي مسكن طبيعي. المسكن الطبيعي هنقدر ناخده من الكركمين كمكمل غذائي، او ناخده من اي منتج يكون فيه الكركم يكون موجود في الصيدليه. تاني حاجه هناخد حاجه مرخي للعضلات. اما نيجي نتكلم عن مرخي العضلات، افضل مرخي للعضلات نقدر ناخده من المغنيسيوم. المغنيسيوم ده يعتبر من افضل المرخيات اللي ناخده من الطبيعه. ايه افضل حاجه من الطبيعه نقدر ناخد منها المغنيسيوم؟ نقدر ناخد المغنيسيوم من السبانخ. السبانخ، عليكم بالسبانخ، الناس اللي بتعاني من مشاكل وجع الظهر كله سبانخ. اللي يعني النتائج مش هقولها لكم، انا خليكم تكتشفوها انتوا بنفسكم. نتائج سحر، والله احنا بنتكلم في سحر يحدث للبيشت اللي بيجينا عندنا. وحتى ما بنيجي نعمل نظام غذائي بنحط فيه سبانخ. يبقى احنا دلوقتي لو انت هتاكل كل سبانخ، ركز على السبانخ فيا، كل سبانخ. انت عندك وجع ظهر شديد، يبقى احنا عايزين مرخي العضلات، ناخد مرخي العضلات من ايه؟ من المغنيسيوم. طب المغنيسيوم موجود في الطبيعه من في الاكل بتاعنا في ايه؟ موجود في السبانخ. يبقى احنا كده اتكلمنا عن مرخي العضلات. وفيتامين بي 12 ناخدها امبولات من الصيدليه. وبكده يبقى احنا كده عالجنا، نعالج السبب في البدايه، نعرف ايه السبب، الاسباب اللي موجوده عندنا اللي احنا قلناها في البدايه. لو احنا مثلا بننام بشكل غلط نشوف النوم بشكل صح بيكون ازاي ونعمله. ايه بنتحرك غلط، بنلعب رياضه بشكل غلط، ايه مفيش تسخين وتبريد، الحاجات ديت كلها بلا استثناء لازم لو احنا عندنا مشاكل في عندنا حصوات لازم نعالج الحصوه في البدايه. ونحاول قدر الامكان نعمل لكم فيديو قريبا نتكلم فيه عن علاج الحصوه. وثالث حاجه لو احنا مثلا عندنا مشاكل في التهاب المفاصل او كده لازم نعالج التهاب المفاصل. ومع علاج السبب ناخد فيتامين بي 12 وناخد المغنيسيوم من خلال السبانك اللي بناخده في الاكل بتاعنا. وفيتامين، يبقى قلنا فيتامين بي 12 والسبانخ ومن خلال المغنيسيوم اللي موجود فيه، وناخد حاجه مسكن ناخدها من خلال الكركم الموجود في المنتجات الموجوده في الصيدليه. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور احمد عطيه الدهشان. ما تنساش في نهايه الفيديو خد الفيديو ده دلوقتي حالا، واي حد صديقك حبيبك قريبك تحبه انت لو بتعزه هتاخد الفيديو ده كده اهو وتروح بعته له، اما في رسائل في الماسنجر او باي طريقه. قد يكون العلاج اللي هو محتاجه بقاله فتره طويله، تنسوني بصالح دعائكم. شكرا ليكم، كان معاكم دكتور احمد عطيه الدهشان. دمتم بصحه وعافيه.